متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه. لنتواصل في انطلاقات مهرجان المرموم 2013. شكرا لكل الزملاء الذين سبقوا في التعليق على الاشواط الماضيه. سابع اشواط هذا اليوم ياتي بهذه الانطلاقه مع سن اللقايه وشوطنا السابع الخاص بالجعدان المحليات الاصايل. على بركة الله تعلن هذه الانطلاقة وتسير هذه الاعداد ويصل نصاب هذا الشوط 71 خابط مشارك في هذا الشوط، ولكن اسير مباشرة الى الصدارة والى المركز الاول. ومع بداية اشواطنا النقدية مباشرة مع المركز الاول والصدارة، هناك ياتي سراب راشد بن عبد الله بن مصبح راعي الطيره العامري من ياتي على المركز الاول، بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات ليصل معوض علي بخلفان الرفيسه الاكتبي ليغير على الصداره على المركز الاول، بينما هناك الدخول على ثالث المراكز لياتينا بهذا الاسم ويصل هناك مع المركز علي بسلطان بن علي بن حمد العرياني مع معتاس ياتي في هذه اللحظات مشاهدينا او معلتس بالفعل يتواصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. معلتس يتواصل بهذا الانطلاق الملكيه لعلي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، يرى الدخول من شعار محمد بن راشد بن سلامه الهاجري ليصل في هذه اللحظات ويقدم لنا شاهين في هذا الانطلاق. العملاق العناوي من الجانب الاخر والقادم هناك مع لمح البصر سيف بن مظفر بن محمد العامري يصل بهذه اللحظات على خامس المراكز. المركز السادس القادم من الجانب الاخر على سادس المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. التدخلات من الاسم القادم هناك تذكير مغير بن سالم بن حارب العميمي، ولكن هنا سراب، ما زال سراب راشد بن عبد الله بن صبح العطيره العامري يتواجد بهذا الانطلاق. هناك الدخول وصل 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 مشكور محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي، وترقبوا مفاجاته. واحد من الاسماء القويه سجل نقطه في هذا الصباح، ولكن الله 67 واصل في هذه اللحظات ليقدم لنا في هذا الانطلاق شاهين سالم بن دغاش بن محمد العامري. اول ندى لبن دغاش، اول ندى وصل شاهين لينافس هناك، ولكن الحوار الثنائي شاهدوا سراب وشاهدوا ايضا هملول مغير بن سالم بن حارب العميمي. العميمي على الصداره، العميمي على المركز الاول. الله 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 الله، هملول الماركه الهملوليه على صداره الشوط على المركز الاول. ما زال هملول ايضا القادمات المنطلقات في هذه اللحظات وايضا المندفعات البحثي عن الفوز. والتوقيت اذكر بان هناك سياره للتوقيت الزمني. الله الله الله، وصل بن مطوع، وصل بن مطوع في هذه اللحظات ليقدم لنا صوان. محمد بن عبيد بن سالم بن خصيبه يتواجد في هذه اللحظات ايضا بهذا الشعار، ولكن الله 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 الله، شاهين القادم، شاهين القادم ايضا حامل الرقم 67 اللي هو شاهين سالم بن دغاش. سلامي عليك يا بن دغاش، سلامي عليك يا بن دغاش. ايضا الماركه ماركه شاهين دغاش على ما اعتقد. اشكرك يا ابو غنيم. الله الله، تهانينا والناموس. الهير الهير اهالي الهير، تهانينا والناموس لحظات الوصول. تهانينا والناموس لسالم بن دغاش المركز الثاني. هملول ايضا مغير بن سالم العليم المركز الثالث. سراب وصل في ثالث المراكز. هناك ايضا سراب راشد بن عبد الله العطير العامري المركز الرابع. عمر بن راهد بن سبت، ولكن هناك ايضا كان الدرعي لمحمد بن مطر بن مطوع على المركز الخامس. هذه هي النتيجه، ولكن اعود هنا بالتوقيت الزمني لحظات وصولي ايضا شاهين. 7 دقائق 49 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ايضا السيد سالم بن دغاش بن محمد العامري على فوز شاهين. المركز الثاني قدم بما فيه الكفايه، والله يقول الحق انا هملول. 7 دقائق 50 ثانية، جزءا واحدا من الثانيه. تهانينا لمغير بن سالم بن حارب العميمي على هذا الفوز. المركز الثالث وصل ب7 دقائق 50 ثانيه 3 أجزاء
من الثانية. تهانينا.